أحيانا يكون خلافات بين الزوج وزوجته، وتكون الزوجة متحملة كل هذه الخلافات من زوجها الذي لا يتحمل المسؤولية على أمل أن يتغير. تقول: ولا أريد الانفصال، ولكن المشكلة أنه تتدخل عائلته في حياتنا كأمه وأخواته وغيرهم وغيرهما، فماذا أصنع؟ بالنسبة لهذه الأمور يعني لا يمكن الحكم عليها من السماع من طرف واحد، لكن القصد أنه الأصل أن المرأة تحتمل والزوج يحتمل، يعني الرجل يحتمل سوء خلق زوجته والزوجة تحتمل سوء خلق زوجها، وكما قال: ولأجل عين ألف عين تكرم. فعلى الزوجين أن يتصالحا ويتصارحا ويتعاونا في إقامة البيت المسلم، لكن إذا وصلت الأمور إلى حد مسدود فهنا تصارح زوجها، تقول: أهلك يتدخلون في حياتنا، أو أنت لا تلتزم، أو أنت كذا أو أنت كذا، إذا تم الصلح بينهم والحمد لله، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقول: وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته، فتطلب الطلاق وتعيش مع أولادها. لكن القصد أنه يجب عليهم أن يجلس مع بعض أول شيء، أو يدخل من يصلح بينهم في هذا الأمر.